في اتصالاتنا المستمرة مع الجانب الأمريكي، هم يؤكدون إذا لم نضرب لا نضرب. في حوار خاص، وزير الخارجية يكشف خفايا القصف بين أمريكا والفصائل، وينفي الاتفاق مع تركيا بشأن توغلها. رغم تشكيل حكومتها، كركوك تعاني التشظي السياسي. أطراف عربية وتركمانية تدير ظهرها للمحافظ الجديد. كربلاء المقدسة تعلن خطتها الأخيرة لزيارة الأربعين. وزير الداخلية يتفقد المنافذ الحدودية ويوجه بتعزيزها أمنياً. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار. حذر وزير الخارجية فؤاد حسين من جر العراق إلى ساحة حرب في إشارة إلى ضربات متبادلة بين الفصائل والقوات الأمريكية. حسين وفي حوار خاص مع غزوان جاسم أشار إلى أن العراق تربطه مع أمريكا علاقات استراتيجية واتفاقات، ولا توجد أي عداوة بين الطرفين. في اتصالاتنا المستمرة مع الجانب الأمريكي هم يؤكدون إذا لم نضرب لا نضرب. فأصل المشكلة لدينا أم لديهم؟ يجب أن لا نحول الساحة العراقية من جانبنا أيا كان إلى ساحة حرب. ونحن مع الأمريكان، أولا الأمريكان ليس، لا نعتبر الأمريكان أعداء العراق بالتوصيف الرسمي، لدينا ولدينا علاقات قوية مع الجانب الأمريكي ولدينا علاقات تاريخية واستراتيجية مع الجانب الأمريكي، ولدينا اتفاقات مع الجانب الأمريكي، وفي الواقع لدينا مفاوضات مع الجانب الأمريكي. فالأمريكان أتوا إلى العراق بدعوة من الجانب العراقي. إذن من خلال المفاوضات نستطيع أن نقول أن للأمريكان أنه الآن لا نحتاجكم. وعن التوغل التركي داخل الأراضي العراقية، نفى وزير الخارجية وجود أي اتفاق مع أنقرة، بل كان محظرا منذ الثمانينات ولسنة واحدة فقط. كي أوضح أنه كانت هناك مذكرة محظر في الواقع، ليست مذكرة تفاهم، كان هناك محظر لاجتماع بين آنذاك طارق عزيز وزير الخارجية العراقي ووزير خارجية تركيا. المحضر يرجع إلى بداية الثمانينات، وفي هذا المحضر تم الذكر أنه الحق للجانب التركي بالدخول إلى الأراضي العراقية اللي يذكرها 5 كيلومترات ولمدة 72 ساعة، ولكن قبل الدخول يجب إشعار الجانب العراقي بالدخول، وبعد الدخول خلال هاي الفترة الزمنية يعني أيام انسحاب. وهذا المحضر كان فقط لسنة واحدة. إذن فهو ليس اتفاقية. إذن نحن نتحدث عن محضر، نتحدث عن محضر اجتماع، نتحدث عن دخول مؤقت. نتحدث عن المحضر أيضا كان لسنة واحدة وخلاص، ما تم تجديده، ليس هناك اتفاق. لا مو صحيح. حذرت الفصائل العراقية الجانب الأمريكي من أي اعتداء على البلاد أو استخدام الأجواء لضرب إيران. وفي بيان أشارت الفصائل إلى أن تنسيقية المقاومة العراقية غير ملزمة بأي قيود، إذ ما تورطت القوات الأمريكية مرة أخرى باستهداف العراق أو استغلال أجوائه لتنفيذ اعتداءات ضد إيران، فإن الرد حينها لن توقفه سقوف. أكدت كتلة الصادقون النيابية أن المهلة التي أعطتها الفصائل العراقية للحكومة لا تزال قائمة بهدف منحها مساحة لاستكمال عملها الدبلوماسي لإخراج القوات الأمريكية. وقال النائب عن الكتلة أحمد الموسوي أن الاعتداء الأخير على جرف النصر دفع الفصائل إلى الرد، كونها لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام استهدافها أو خرق للهدنة من قبل الجانب الأمريكي،
مرجحة أن يكون مطلع الشهر القادم بداية جدولة الانسحاب، والذي قد يستمر من سنة إلى سنة ونصف السنة. أكد محافظ نينوى عبد القادر الدخيل استتباب الأمن بصورة كاملة في صحراء الحضرة. الدخيل في مؤتمر صحفي بعد زيارته القطعات الأمنية الماسكة للأرض على الشريط الحدودي مع سوريا، قال أن القوات الأمنية العراقية بكافة صنوفها على هبة الاستعداد لمواجهة أي خرق أمني. لواء أنصار المرجعية الذي يمسك القاطع المهم هو قاطع صحراء الحضر الممتد إلى صحراء راوة، وكذلك وصولا إلى صحراء البعاج وجزيرة السنجار. بصراحة اليوم الحمد لله الوضع آمن بشكل 100%، وهناك الخط الصد الأول مسيطر عليه من قبل المقاتلين أنصار المرجعية وكذلك الجيش العراقي الأبطال. رسالتنا من هنا إن الحدود آمنة بنسبة 100%، والحدود مؤمنة بفضل الأبطال المقاتلين من كل القطاعات. من جانبه قال آمر لواء أنصار المرجعية حميد الياسري أن القطاعات العسكرية مستعدة لمواجهة جميع التحديات الأمنية. الياسري في مؤتمر صحفي ذكر أنه بالرغم من استمرار التهديدات إلا أن القوات العراقية قادرة على تأمين خط الصد الأول من صحراء الحضر امتدادا إلى الشريط الحدودي مع سوريا. ساتر الصد الأول في جزيرة الحضر، وكما تعلمون أن هذا القاطع يمتد في عقد الصحراء الممتدة إلى صحراء راو وكذلك إلى صحراء الصينية في صلاح الدين وكذلك امتدادا للحدود العراقية السورية. التهديدات حقيقة مستمرة كما تعلمون، وخاصة الأحداث التي حصلت في سوريا، فدائما نحن في يقظة وحذر. دائما أخوان عندما تسمعون النداءات، ونطلق بعض النداءات لأخواننا المجاهدين، هذا رسالة أولا للشعب العراقي، ليس رسالة زعزعة الأمن ورسالة إثارة الخوف والرعب، لا، إنما نقول للشعب العراقي نحن على يقظة تام، على حذر تام. ما حصل في 2014 لا يمكن أن يتكرر أبدا. تتصاعد المخاوف في كردستان العراق من تأثر الإقليم بالأحداث الجارية في المنطقة. مراسلنا في أربيل أبو طالب البحية رصد لنا مبررات هذه المخاوف وموقف الشارع في هذا التقرير. تعقيدات ميدانية في الشرق الأوسط تلقي بظلالها على إقليم كردستان العراق، فالجسم العسكري العراقي إضافة إلى الأراضي العراقية والنأي بهما رسميا عن هذه التعقيدات هو موقف حكومي اتحادي يبدو جليا من خلال بيانات أو إشارات سابقة، غير أن قوى سياسية كردية تخشى أن تتأثر ساحة الإقليم بشيء من الذي قد يحدث. ليس من مصلحة العراق أن ينجر إلى حرب، وبالتالي سيكون بالتأكيد هناك رد فعل قوي وتأثير على النظام السياسي العراقي وعلى الشعب العراقي، وبالتأكيد إقليم كردستان أيضا ليس ببعيد عن مثل هذه التحديات، ربما أيضا سيكون تحت مرمى ربما ضربات لا سامح الله. بالتالي علينا أن نكون حذرين في التعامل مع هذه الأزمة، علينا أن نرى بعيون واضحة وثاقبة مصلحة العراق العليا قبل أن نرى مصلحة الآخرين. التصعيد التدريجي للأحداث الأمنية في المنطقة فتح بابا للسؤال حول طبيعة تأثر الاقتصاد العراقي نتيجة هذه التطورات. شأن ذلك أسعار النفط والإمداد وحركة التجارة التي يولي العراق لها أهمية واضحة. بالنسبة للوضع النفطي حرج جدا الآن، هالأسبوع أكون انخفاض كبير في أسعار النفط تجاوز 5% في خلال أسبوع واحد، لكن مع ذلك احتدام واشتعال الصراع والمواجهات قد يحصل العكس، قد يهدد امدادات الطاقة وبالتالي تقفز الأسعار إلى أسعار إلى أرقام كبيرة تقترب من $100، وبالتالي ستخلق أزمة عالمية ليس فقط للدول المنتجة وإنما للدول المستهلكة وعلى الاقتصاد العالمي بشكل عام. العراق الذي غرق في عقوده الماضية بمستنقعات من الحروب غير المبررة كما يقول مراقبون، يرقب أهله اليوم تنحية لعوامل الحرب
واستقرارا يحافظ على عدم المساس بقوتهم وأيامهم التي لم تزل تحبو في سرير الرخاء. من أربيل، أبو طالب البحية، الرابعة. عدت الجبهة التركمانية جلسة بغداد التي أفضت إلى تشكيل حكومة كركوك المحلية فاقرة للشرعية القانونية. وقال الصالحي أن القرار الفصل يبقى لدى القضاء لتحديد قانونية الجلسة من عدمه. سننتظر قرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم قانونية الجلسة، وذلك لعقدها أولا في بغداد بدلا من محافظة كركوك، وثانيا عدم انعقادها ضمن السياقات القانونية النافذة. قضيتنا قضية قومية، وكركوك أغلى من المكاسب والمصالح الزائلة الذاتية. أكد التحالف العربي عدم الشرعية جلسة تشكيل حكومة كركوك المحلية، وقال أعضاء في التحالف أنهم لم يبلغون أو يتبلغون بإنعقاد جلسة مما يجعلها غير قانونية. قائمة التحالف العربي، هذه القائمة التي حصلت على ما يقارب نصف أصوات الكتلة العربية الموحدة، أتفاجأ بوجود اجتماع، هذا الاجتماع يفرز عن اختيار رئيس المجلس ونائبه ومحافظ لكركوك. السؤال الذي يتبادر إلى الذهن من الناحية القانونية، ما هو موقف الأعضاء السبع؟ هل نعد غياب؟ كلا، لم نبلغ بهذه الجلسة، فبالتالي هذه الجلسة فقدت لشرعيتها من الناحية القانونية الشكلية. ومن ناحية أخرى، حسب قانون مجالس المحافظات يجب أن يتم تبليغ الأعضاء بحضور الجلسة من كبير السن، وهذا الذي لم يحدث على الإطلاق. أعضاء المجلس هم أعضاء مجلس في النهاية، سيتصرفون وفق القانون، سيقومون بالطعن للحصول على حقوقهم كونهم لم يكونوا مبلغين في جلسة نتج عنها تشكيلة معينة وغاب عن هذه التشكيلة، ليس غاب وإنما لم يبلغ، وبذلك تكون الإجراءات غير قانونية. أما عن الدوام المجلس أو عدم دوامه وما هي النتائج، هاي ننتظر جواب المحكمة. في الأثناء، قدم حزب السيادة طعونا إلى القضاء بشأن جلسة انتخاب محافظ كركوك. المتحدث باسم الحزب خالد المفرشي قال خلال مؤتمر صحفي بأن انعقاد جلسة توزيع المناصب العليا بالانعطافات الخطيرة في مجرى الأحزاب السياسية لكركوك وانقلابا على كل الاتفاقات. ما حدث يوم أمس كان انعطافة وانعطافة خطيرة جدا في مجرى الأحداث السياسية في محافظة كركوك، وتعريفنا لما حصل هو انقلاب على كل الاتفاقات السياسية والعهود والوعود التي أعطيت لنا خلال الفترة الماضية على أن تستمر المفاوضات والاتفاقات بمسار واحد، ألا وهو التوافق بين جميع مكونات المحافظة والكتل التي فازت في الانتخابات الأخيرة. بعد مخاض عسير وجدل طويل، انتهت أزمة تشكيل الحكومة المحلية في كركوك وبدأت مرحلة جديدة من الصراع. التلويح باللجوء إلى القضاء ومبررات المعترضين نقلها لنا مراسلنا في المحافظة مهند التميمي في هذا التقرير. أغلق باب المفاوضات وانتهت حقبة تشكيل مجلس محافظة كركوك وتسمية منصبي المحافظ ورئيس المجلس، لكن آلية النصف زائد واحد شتتت البعض وهمشت الآخر، والقضاء سيكون الفيصل في قانونية الجلسة. تفاجأنا بعقد الجلسة في فندق الرشيد من المكون الاتحاد وبعض من الأخوة العرب لها عقد هذه الجلسة، طبعا كانت غير رسمية وغير دستورية وقانونية، وذلك لأن أولا مخالفة للمادة 13 بأن السبت تعتبر يوم عطلة رسمية، وثاني لم نبلغ من قبل رئيس السنة، أصلا ليست لديه علم بهذه عقد هذه الجلسة، هو يجب عليه هو أن يدعونا، ولم نكن إحنا المكون التركماني
يعني لدينا علم بهذه الجلسة. وثانيا تم عقد الجلسة وتوزيع المناصب بغياب المكون التركماني وغياب بعض أعضاء التحالف العربي، وهذا خرق دستوري قانوني، خرق قانوني. الأبواب المغلقة أفرزت ما لم يكن بالحسبان، انشطار في الكتلة العربية واستبعاد التركمانية والديمقراطي في مشهد بات مستغربا قبل إعلان الحسم بصورته الحالية. استغربنا من أنه مجموعة من أعضاء مجلس المحافظة يدعون إلى جلسة دون التوافق مع المكونات الأخرى ودون التبليغ الرسمي ودون تحديد موعد من قبل رئيس السن ودون حضور رئيس السن وفي مكان خارج مدينة كركوك، وبنفس الوقت في يوم عطلة. كل الإجراءات اللي أدت إلى الجلسة كانت إجراءات غير قانونية، ونعتبر كل ما خرج غير قانوني وسنطعن بذلك في المحاكم للحصول على قرار بعدم قانونية هذه الجلسة. هرمية المناصب الإدارية تشكلت، لكن لغز الاتفاق يبقى محيرا لدى الأطراف المعترضة التي لوحت باللجوء إلى القضاء. من كركوك مهند التميمي، قناة الرابعة. أكد تحالف الحسم الوطني أن تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب وإعادة الترشيح للرئاسة مجددا سيدخل العملية السياسية في نفق مظلم. وقال عضو التحالف صلاح الكبيسي أن ذلك الخيار يتيح لكافة النواب ترشيح أنفسهم للمنصب كحق دستوري، وهو الأمر الذي قد ينتج عنه 7 أو 8 مرشحين، وبالتالي لن يصل أي منهما للنصف زائد واحد، مبينا أن بقاء سالم العيساوي ومحمود المشهداني من شأنه أن يعجل من حسم الملف دون الحاجة لفتح باب الترشيح. أعلن عضو مجلس النواب السابق مشعان الجبوري عودة علاقته مع رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي فيما اعتبر الخلافات السابقة أضرت بهما. وقال الجبوري في تدوينة على منصة إكس أنه بحث خلال لقائه الحلبوسي قضية رئاسة مجلس النواب وأهم القضايا والقوانين التي تضمنتها ورقة الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي. توصف الدورة البرلمانية الخامسة بأنها الأقل نشاطاً من حيث الاستجوابات. تبريرات هذا الوصف والضغوط السياسية وامتعاض النواب، وثقه فقار فاضل في هذا التقرير. تصطدم تحركات مجلس النواب بجدار الأحزاب التي تضغط بالعكس من رغبة بعض البرلمانيين الذين يسعون إلى استجواب واستضافة وزراء ومسؤولين تنفيذيين، في ظل تنامي الشكاوى داخل البيت التشريعي من ممارسة مهامهم الرقابية. السياق العام في مجلس النواب غير مشجع، باعتبار أن اللجان التخصصية يجب أن تتاح لها الفرصة في مجال الاستجواب والمحاسبة للأجهزة التنفيذية، ولا يدخل هذا الموضوع في باب المجاملات والتوافقات السياسية. هناك ملاحظات حقيقية على أداء الوزارات والشركات والمؤسسات المرتبطة بالدولة. ويؤشر مراقبون أن الدورة الخامسة للبرلمان هي الأقل نشاطا في العمل الرقابي، خاصة بملف الاستجوابات المتأثر بمزاج القوى السياسية. مؤشر على مجلس النواب وفي دورته الحالية أنه لم تكن هنالك استجوابات واستدعاءات للمسؤولين التنفيذيين بالمستوى المطلوب، بحيث أنه كان هنالك تقصير أو انخفاض في مستوى أداء مجلس النواب من هذه الناحية. وبالتالي أعتقد أنه من أهم واجبات مجلس النواب هو استجواب واستدعاء المسؤولين التنفيذيين من أجل الوقوف على كثير من المسائل. وتنطوي صفحة الاستجوابات داخل البرلمان مع بدء الحديث عنها بسبب الضغوط السياسية التي تذهب إلى تمييع الملف بصيغة أو بأخرى. من العاصمة بغداد، فقار فاضل، الرابعة. تعتزم اللجنة القانونية النيابية إجراء مباحثات ودراسة موسعة لتوضيح كافة بنود قانون العفو العام،
عضو اللجنة حمد جاسم قال أن لجنته ستشرع باستضافة المسؤولين في الحكومة خلال الفترة المقبلة لمعرفة توجهاتهم وأسباب ومبررات سعيهم لتمرير القانون رغم الضبابية التي تحيط ببنوده، مشيرا إلى أن غالبية أعضاء مجلس النواب لم يدعموا عرض القانون للقراءة الأولى. افتتح رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني عبر دائرة تلفزيونية ثلاث مشاريع مهمة في العاصمة بغداد، وهذه المشاريع بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء هي مدخل بغداد ديالا كركوك بعد إعادة تأهيله، ومشروع ماء النهروان جنوب شرق بغداد، فضلا عن افتتاح المجسرات المشيدة على قناة الجيش شرق بغداد والتي تربط منطقة جميلة باتجاه شارع الجهاد باب المعظم. اليوم ارتئينا انه يكون الافتتاح عبر هذه الدائرة التلفزيونية، اولا لانه المواقع في شرق وغرب بغداد وما ردنا هم نضايق المواطنين في الحركة والمواكب، يهمنا هو افتتاح هذه المشاريع التي انجزت وتم اكمالها بهمة الغيارة من ابنائنا الفنيين و إداريين وكذلك الشركات القطاع الخاص المنفذة. مكننا اليوم هذا المدخل رقم واحد، ننتظر باقي المداخل يتم إنجازها، وهنا توجيهنا لمحافظة بغداد وأمانة بغداد للإسراع في إكمال الأعمال بخصوص باقي المداخل. كشف محافظ وسط محمد جميل المياحي عن مشروع لحل أزمة السكن في عموم المحافظة بشكل جذري. المياحي وفي حديثه لبرنامج من جهة الرابعة أشار إلى أن المشروع يعد الحل الأمثل للسيطرة على أسعار قطع الأراضي والوحدات السكنية في المحافظة. ولأول مرة في مشروع المطور العقاري وراح نحل أزمة السكن في عموم وسط، لأنه أحلنا مشروعين استثماريات المطور العراقي الأرض المخدومة لأول مرة. هذا المشروع ولأول مرة راح أتحدث به بشكل تفصيلي أنه المطور العقاري راح يكون الحل الأمثل لأزمة السكن في كل العراق، وراح يوقف صعود الأراضي، راح يوقف جذ الزيادة في أسعار الوحدات السكنية حتى في مجمعات سكنية. بمعنى الأرض المخدومة شنو؟ اليوم أنا مثلا عندي منطقة ما مأهولة، أرض لا هي مزروعة لا هي مأهولة، وإذا أنت مواطن ما يقبل يأخذ بيها. زين. أجي مستثمر. إيه. هسه الآن في بغداد. ما يقبلون. بأطراف بغداد. ما يقبلون المواطنين يأخذون بيها. صح. يجي مستثمر يكمل خدمات 100% بيها. ممتاز. يبيع القطعة ب15 مليون. القطعة. ب15 مليون دينار. قطعة كاملة 200 متر. أوكي. الآن مو أنت قطعة أرض. أي. أنت للمواطن مجانا أخذ رسوم العدة 1 مليون. أي. بس أعطيها إلى بلا خدمات بعد 10 سنوات، لو توصل خدمات لو لا. صح. فلوس ما عندي، فأنا من أجل أنت تنطيها سأرض مخدومة يعني ماي وكهرباء ومجاري. أكد نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوبة طلباني أن رواتب موظفي الإقليم سيتم إرسالها من بغداد فور انتهاء ديوان الرقابة المالية الاتحادي من تدقيق قوائم أسماء الموظفين. وذكر طلباني أن عملية تدقيق قائمة رواتب الموظفين لم تنتهي بعد، وفور انتهائها سيتم إرسال القوائم إلى وزارة المالية لإرسال رواتب ومن ثم تحويلها إلى إقليم كردستان لصرفها. قائمة كبيرة بأسماء المتورطين في سرقة القرن، هذا ما يترقبه الشارع في حال أدان القضاء نور زهير المتهم الأبرز في هذه القضية. تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع نتابعها مع مصطفى علوش. 14 من آب الحالي موعد يحدده القضاء لمحاكمة المتهم الرئيس بسرقة القرن نور زهير. المتهم المكفل عن سرقة تريليونات من الأمانات الضريبية، والتي إذا ما أدانها القضاء فستفتح الباب واسعا لكشف الشخصيات المتورطة الأخرى بتبديد المال العام. تحديد محاكمة السيد نور زهير يعني هي أولا انتصار للقضاء، وجزء من الحملة التي من شأنها القضاء على الفساد. فأولا راح نثبت أنه فعلا أي واحد اليوم يسرق أموال الدولة يحاسب،
وهي أيضا خطوة جيدة. بنفس الوقت نتائج هذه المحاكمة راح تنعكس على أطراف أخرى ساهمت في هذه السرقة، وسيتم كشف أوراق أخرى من خلال المحاكمة. إتاحة الفرصة أمام المؤسسات الرقابية لممارسة أدوارها بمتابعة ملفات الفساد وسير العمل بالمؤسسات التنفيذية سيساعد بتقليص فجوة تبليد المال العام، شريطة أن تكون هذه الإجراءات مدعومة شعبيا وسياسيا. حاجة إلى رقابة مستمرة وقوية وفاعلة وتقدم المسيء إلى المحاكم، ما عندنا غير القضاء. رأيت أيضا هناك رأي عام شعبي، أوراق ضغط لازم تكون، مو بس إنه إحنا نخلي المؤسسة الرسمية هي اللي تقوم، يجب أن يكون هناك دعم شعبي قوي، وأيضا يجب أن على رئاسة الوزراء أن تسمع ما يقدم إلها من شكاوى وما ترفع إليها النزاهة من قرارات حتى تفعل ويكون بوجه هؤلاء. الإيقاع بالرؤوس الكبيرة المتورطة بسرقة المال العام سيمثل بداية حرب حقيقية على الفساد وروادع قانونية لكل النوايا المستقبلية. مصطفى علوش، الرابعة، بغداد. أعلنت حكومة كربلاء المقدسة عدم وجود أي قطوعات في شوارع المدينة إلا لضرورة القصوى خلال الزيارة الأربعينية. وقال محافظ كربلاء سيف الخطابي أن الحكومة المحلية نفذت حملة شاملة لتوسعة الشوارع والطرق الرئيسية بالإضافة إلى إنشاء طريق دوار الإمام الحسين، مبينا أنه تم تخصيص مأرب كامل لمركبات الحمل المخصصة لنقل المواد الغذائية. أكدت خلية الإعلام الأمني أن خطة الزيارة الأربعينية مرنة في التنقل وتضمنت تأمين الحدود والمنافذ وطرق الزائرين. رئيس الخلية لواء تحسين الخفاجي قال أن التحضيرات الأمنية الخاصة بخطة الزيارة الأربعينية بدأت مبكرا وتمت تهيئة الإمكانيات والقدرات التي تتلائم مع هذه الزيارة، موضحا أن الزيارة ستشهد دخول ملايين الزائرين من خارج العراق، لذلك بدأت بالحدود والمنافذ الحدودية وطرق الزائرين. أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري سير الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الأربعينية في محافظة البصرة وفق ما مخطط لها. الشمري خلال تصريح صحفي أعلن تعزيز المنافذ الحدودية بعجلات حكومية من الدفاع والداخلية والحشد. الخطة تسير وفق ما يران في كل المنافذ اللي زرناها. الآن طلعنا على تفاصيل الخطة الأمنية وتنفيذها ضمن هذا المنفذ. القطعات الأمنية موجودة، كذلك جهد الجوازات والإقامة، إضافة إلى موجود النقل الخاص، الجهد الخدمي، الحكومات المحلية اللي موجودة خلال زرناها ضمن المحافظات الأربعة كانت متفاعلة مع الخطة، وجود جهد شعبي لإسناد الخطة الأمنية والخدمية. هناك دخول للزوار الأجانب بكثافة خلال هذه المنافذ مع استقبال وخدمة كاملة من قبل كل المنافذ وكل المحافظات اللي موجودة باتجاه محافظة كربلاء المقدسة. لحد الآن الخطة تسير وفق ما مخطط لها الحمد لله. عززنا المنافذ بعجلات حكومية من الجيش العراقي والحج الشعبي ووزارة الداخلية وكل الوزارات الحكومية، موجود جهد احتياطي يعوض إذا كان هناك نقص في النقل الخاص. من جانبه قال محافظ البصرة أسعد العيداني أن جهود المحافظة مستنفرة لخدمة الزائرين بالتنسيق مع باقي الجهات الحكومية. يوجد جهد متكامل ما بين القوات الأمنية والجهد الخدمي من البلدية والبلديات والمحافظة لإدارة شؤون الزائرين المتوجهين إلى كربلاء المقدسة لزيارة مرقد الإمام حسين عليه أفضل الصلاة والسلام. الآن هذا الجهد التكاملي بحيث أنه تقدم كافة الخدمات حتى الصحية من قبل مديرية صحة البصرة والبلدية لكي نستطيع أن ننقل الزوار بصورة سلسة وسهلة إن شاء الله وصولا إلى كربلاء وعودتهم مرة أخرى إلى هذا المنطقة. كل سنة أنه يكون تنسيق عالي ما بين
الجوازات بحيث أنه نستطيع أنه ممكن أنه يؤدي خدمة أفضل، وإن شاء الله يقول أنه هذا المنفذ اللي تشوفه السنة القادمة بدأ الإعمار به، السنة القادمة سيكون به صورة تختلف تماماً عن وضع الحالي. ناقش مجلس محافظة بابل وحكومة المحافظة المحلية آليات تنفيذ خطة الزيارة الأربعينية، وأكد رئيس مجلس محافظة بابل أسعد المسلموي التوصية بخفض القطوعات الأمنية بشوارع المحافظة لاستمرار انسيابية الحركة المرورية. بدوره قال قائد شرطة بابل اللواء علي الحسناوي أن خطة العام الحالي ستختلف عن السنوات السابقة. الخطة الأمنية للزيارة الأربعينية في محافظة بابل حقيقة كانت الخطة اللي استعرضت من قبل السيد قائد شرطة محافظة بابل خطة متكاملة، خطة مرنة بحيث تعالج كل الثغرات الموجودة. وكمجلس محافظة بابل اليوم شددنا بأن راح يكون تعاون وتعاضد الحكومة التنفيذية مع الحكومة التشريعية. أوصينا بأنه تقليل القطوعات، لأن هذه القطوعات راح تربك حركة السير، وبابل كما تعلمون بأنه هي البوابة الكبيرة للزائرين. وكذلك أوصينا بأن يكون للحشد، وأكيد هو وجود الحشد هو أساسي في الخطة الأمنية. راح تكون هذه الزيارة اختلاف جذري عن السنوات السابقة، أيضا فيما يخص خطة النقل بتوجيه من السيد وزير الداخلية المحترم، وبالتعاون مع باقي الوزارات تم عقد مؤتمر بهذا الخصوص قبل يومين ضمن مقر وزارة الداخلية. تم تقسيم هذه الوزارات بالتنسيق مع وزارة الداخلية لنقل الزائرين من وإلى كربلاء المقدسة. أكثر من طريق سنفتحها في هذه السنة، مثل ما تفضل السيد رئيس مجلس والسيد القائد، راح تكون هناك طرق تقريبا 7 إلى 8 طرق، هذه راح تكون مساندة للطرق الرئيسية، تم فتحها فتح جديد. قبل الختام تذكرون بأبرز العناوين. في اتصالاتنا المستمرة مع الجانب الأمريكي هم يؤكدون إذا لم نضرب لا نضرب. في حوار خاص وزير الخارجية يكشف خفايا القصف بين أمريكا والفصائل، وينفي الاتفاق مع تركيا بشأن توغلها. رغم تشكيل حكومتها كركوك تعاني التشظي السياسي، أطراف عربية وتركمانية تدير ظهرها للمحافظ الجديد. كربلاء المقدسة تعلن خطتها الأخيرة للزيارة الأربعين، وزير الداخلية يتفقد المنافذ الحدودية ويوجه بتعزيزها أمنياً. نشرة منتصف النهار انتهت، شكراً لطيب المتابعة، إلى اللقاء.